مشاهدينا الكرام نلتقي بالاخوه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. انا سيد عباس الحسيني. يا اهلا وسهلا. احنا برنامج راي مواطن من قناه الداعي، موضوعنا عن الانترنت ومدى تاثيره على المجتمع. شنو رايكم بهذا الخصوص؟ والله حقيقه استاذ انا اشكركم على هيك برنامج، انه مهم، كلش مهم، لانه اكو فد امور لازم ينتبه لها الانسان. بالنسبه للانترنت هو سلاح ذو حدين، يعني يا اما انه انت تستغله بامور تفيد المجتمع، او فعلا انه احنا وصلنا لعصر نحتاج الانترنت، مو لازم نواكب العصر، لازم نواكب الدول المتطوره. بس مع الاسف عندنا يساء لاستخدام الانترنت حقيقه، يعني احنا بدنا نشوف يعني مثلا الفيس واليوتيوب والبرامج الاخرى. ما نحاول انه احنا دائما، يعني انا اركز على قضيه رايي، هذا الفيسبوك واليوتيوب وكذا مواقع التواصل الاجتماعي عموما، هل هي ايجابيه ام سلبيه؟ حاليا بصوره عامه اولا، يعني كمواقع ايجابيه، فشيء حلو، تنقل واقع، تقدر تواصل من خلالها، زين، من خلالها تطرح الافكار والاراء. نعم طبعا من خلالها كل شيء تقدر تتواصل، فشيء ايجابي. اللي صار شنو؟ سلبي، حقيقه سلبي، يعني احنا بدنا نشوف يعني اساءة استخدامها. يعني احنا عندنا فد قضيه، انا رايي الخاص احنا دائما نقلد السيء حقيقه، ومو طبعا مو انا ما اعمم، بس النسبه الغالبه تقريبا تقدر تقول نقلد السيء، لانه جاي نشوف امور تافهه. نشوف شبابنا هسه الفيسبوك، ولا ليش هسه نشطوا هاي مال الجريمه الالكترونيه، فشيء حلو هذا. اذا انه زادت المشاكل بسبب الانترنت، ابتزاز وقدرة الاستغلال عن طريق الانترنت، يعني اصبحت بشكل غير طبيعي، يعني تزايدت بسرعه هائله. هو استاذ قلت لك هسه هاي استحداث جريمه الالكترونيه، فشيء كلش حلو، لانه شكر بوزاره الداخليه طبعا، ويعني رساله ننقلها لهم على ان يهتمون بهذه القضيه بعد بشكل اوسع، يعني ان شاء الله. الحقيقه الانترنت ذو فوائد عديده، بالامكان الاستفاده من عده مجالات، الطب، التواصل الاجتماعي، كثير فوائد عن طريق الانترنت، وكذلك سلاح ذو حدين، به سلبيات وبه ايجابيات، فالانسان مخير عما يستفاد او ينظر. يا ايهما يعني اكثر، السلبي سلبي لو الايجابي هذا الوقت؟ الايجابي، يعني مجالات الطب هسه كاستخدام، انا اقصد كاستخدام حسب الشخص اللي يستخدمه، بالامكان ان يسيء نفسه، بالامكان ان يستفاد من عنده. كنسبه يعني اقول لك استاذ، كنسبه هسه وجهة نظري السلبي أكثر. شلون نقدر نحد من هذه القضية، من الاستخدام السلبي للإنترنت؟ نبدي حقيقة، هي الأسرة هي بداية مجتمع، الأسرة هي النواة الرئيسية لبناء مجتمع متحضر. فإحنا إذا نريد نسيطر على الوضعية حقيقة ندعو من خلال إذاعتكم الموقرة، ندعو عوائلنا أنه يتابعون أبنائهم، المتابعة ضرورية. انا اذا تابعت ابني وجنابك تابعت ابنك وغيرنا، فراح تصير هاي ثقافه، نقدر نحد من هاي القضيه، فتبدي من الاسره. شكرا لكم حبيبي، شكرا لكم.